شازام ده بيفكرني بالظبط لما امك تقول لك انا هعمل لك سوبرمان في البيت، زي بالظبط نفس الفكره لما تقول لك انت ليه بتروح تشتري بيتزا من بره، طب ما البيتزا بتاعتي حلوه، نفس الفكره. ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنعمل حلقه جديده من السيفلر رياكشن، الفيلم اللي هنعمله تريلر رياكشن فيلم شازام. الفيلم ده قبل ما اشوفه يعني نسبه توقعي لي ان انا اتفرج عليه 10 من 10 من قبل ما اشوفه حتى تريلر. فيلم انا متحمس ليه جدا، من اكتر الافلام السوبر هيرو اللي متحمس لها السنه دي، يمكن من بعد افنجرز اند جيم. الفيلم ده طبعا انا عارف انا مش كوميك بوك فان، بس انا عارف ان الكاركتر ده بيهلس من الضحك، عشان كده انا فعلا بجد متحمس ان انا اشوفه. ده تريلر 2 نزل من كام يوم برضو، بس لسه طبعا ما عملتلوش تريلر رياكشن او لسه ما شفتش التريلر. كان في تريلر نزل قبل كده برضو تقريبا من كام شهر، بس برضو ما شفتهوش. ده اول مره هتفرج على الكاركتر بتاع شازام، لسه ما شفتهوش خالص. وقبل ما اتفرج على التريلر كنت عايز اوضح كام حاجه كده، ان انا اصلا مش دي سي فان بيرسون، يعني انا مش من محبي سلسله افلام دي سي، لان انا شايف من وجهه نظري كانت افلام زي الزفت على مدار السنين، ابتداء من مان اوف ستيل، باتمان فيرسس سوبرمان، سوسايد سكواد، ووندر وومن، وانا عارف ان الناس هتضربني بالنار بعد ما قلت الحاجات دي، بس انا من وجهه نظري انا شايف كده كانت افلام سيئه جدا. ممكن الوحيد اللي كان فيهم عيد كله كان مان اوف ستيل، ده الوحيد اللي ممكن يكون عجبني. وكاخراج انا بصراحه ما بحبش زاك سنايدر خالص، بس الكاركتر ده اللي خلاني متحمس قوي يعني الفيلم ده، يعني خلاني متحمس قوي عشانه، ان الكاركتر هيبقى غريب شويه، مش زي نفس الكاركترز التانيين، وهيبقى فيه طبعا كوميديا، هيفكرني طبعا بمارفل، انا مارفل فان بوي طبعا، تيم كابتن امريكا وش. الفيلم اللي لسه ما شفتهوش لحد دلوقتي في دي سي يونيفرس هو اكوامان، لحد دلوقتي لسه ما شفتهوش ولسه ما عملتلوش ريفيو حتى كمان. ان شاء الله برضو هشوفه قريب واحتمال اعمله ريفيو برضو. انا عارف ان الفيلم نزل من بدري وما شفتهوش، لان ما كنتش بصراحه متحمس ان انا اشوفه، لان زي ما قلت برضو في الاول افلام دي سي شفتها كلها، يعني بالنسبه لي كانت زي الزفت صراحه. بس قالوا لي الفيلم ده بالذات اكوامان فعلا هو ده الفيلم اللي يعني اللي رفع الى حد ما دي سي يونيفرس، يعني اللي علم مع الناس قوي في دي سي يعني. وكمان ان هو كان من اخراج جيمس وان، انا بعشق جيمس وان في افلام الرعب طبعا. منتظر منه السنه دي ذا كونجرينج الجزء الثالث، فطبعا متحمس جدا. الفيلم ده طبعا هموت واتفرج عليه طبعا، زي ما قلت درجة تحمسي دي 10 من 10، وطبعا هتفرج عليه اول ما ينزل، لان هيبقى فيه كوميديا وهيبقى الكاركتر هيبقى جديد، مش هو نفس الكاركتر اللي احنا بنشوفه في دي سي يونيفرس والكلام ده كله. طبعا ما شفتش تريلر ولا مرة، فهتفرج عليه معاكم دلوقتي لاول مرة. يلا بينا. Daily bats. Say my name so my powers will become yours. Shazam. Wait, for real? Say it, okay? Shazam! Crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. Purchase some of your finest beer, please. It's Captain Sparkle Fingers. No, it's not. That's not my name. You're like a bad guy, right? You literally did the opposite of what a superhero is supposed to do. I'm Batman. Get him, Batman! How old are you? Basically 15. Dude, did you see that? Yeah, you electrocuted a bus and almost killed these people. And then I caught it! My name is... I'm so sorry! Okay, guys. Trailer حلو جدا. زي ما انا قلت، زي ما كنت متوقع بالظبط، الفيلم هيبقى حلو قوي.
هيبقى في كوميديا حلوه جدا، هيبقى في كيمستري حلو برضه. انا شايف ان هيبقى ما بين الكاركتر بتاع شازام والولد الصغير. اللي لفت انتباهي حلو قوي برضه في التريلر الميوزك بتاع امينيم ماي نيم از. بس انا شايف ان من وجهه نظري الاغنيه اللي كانت هتبقى احلى الاغنيه دي بالظبط كده. انا شايف ان الاغنيه دي كانت هتبقى احلى بكتير يعني، مع رغم ان الاغنيه دي حلوه، بس انا شايف ان الاغنيه دي كانت هتلي اكتر. الفيلم من بطوله زاكري لايفي، كان طالع بشخصيه فاندرال في ثور ذا دارك وورلد، وكان عمل برضه مسلسل تشاك. هو مشهور بالمسلسل بتاع تشاك، كان الكاركتر اللي هو اسمه تشاك. في برضه بيشارك معاه في البطوله مارك سترونج، على فكره من الممثلين التقال جدا، وبيليق جدا مع شخصيه الفيلن، بيليق جدا مع شخصيات الفيلن. شخصيه بصراحه حلو قوي، بحس ان واحد من الناس اللي مش واخدين حقها. كان اخر اعماله كان كينجزمان ذا جولدن سيركل وبرادر جريمسبي وذا كاتشر واز ا سباي، كان عمل دور مع بول راد وميس سلون مع جيسيكا تشاستين، يعني ممثل من العيار التقيل يعني. حلو اختياره كويس برضو للدور بتاع الفيلن. الاخراج بتاع الفيلم ديفيد اف ساندبرج، هو نفس مخرج بتاع فيلم لايتس اوت وانابل كرييشن وباقي الافلام التانية كلها، كانت شورت فيتشر شورت موفيز يعني. ده يعتبر ثالث فيلم طويل يعني فول فيتشر يعني طويل. موعد عرض الفيلم هيبقى في ابريل 5، ده طبعا وش تاني يوم هتلاقيني داخل الفيلم ده، واكيد طبعا وش هيبقى ليه ريفيو هنا على هوم سينما. انا عايز اعتذر بس ان انا كان في فيديوهات كنت المفروض انزلها اليومين اللي فاتوا، بس كان عندي شويه ظروف ما عرفتش انزلها. ان شاء الله باذن الله بكره هخش فيلم كابتن مارفل، وطبعا ده لازم هيتعمل له موفي ريفيو. بعد الموفي ريفيو باذن الله هيبقى فيه الحلقتين بتاع او ثلاث حلقات بتاع هوم سينما في البيت، يعني كابتن مارفل الاول وبعد كده هوم سينما في البيت باذن الله ان شاء الله حسب تسهيل ربنا. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. لو عجبتكم الحلقه يا ريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وانستغرام وتويتر، واشوفكم في حلقات تانية.